يتساءلون عن المجرمين اللي ضيعت الصلاة يتساءلون عن المجرمين اللي تهاونت بالصلاة يتساءلون عن المجرمين كمل الآن ما سلككم في سقر وش اللي دخلكم النار قالوا لم نك من المصلين بل أن المصيبة والآية والله التي يجب على كل واحد وأنا أول واحد أحتاج أقف مع هذه الآية شيخ حسن في واحد يصلي ويخلي يعني يخلي الصلاة على كيفه على مزاجه في مباراة والله بحضر المدرج لأنه بعض الشباب للأسف اليوم يسوي الصلاة والدين على كيفه الدين على كيفه هذا دين من هذا دين من يوم تؤخر الصلاة علشان كورة علشان كورة علشان هوا منفوخ تؤخر صلاة ليش اسمع هذه الآية فويل للمصلين اللي ضيعت الصلاة عشان كورة فويل للمصلين اللي ضيعت الصلاة علشان مسلسلات فويل للمصلين من هم يا رب الذين هم عن